جيده يا رب العالمين. كما تشوفوا جبت لكم وصفه اليوم تحليه بارده مناسبه لهذا الفصل، بدون بيض، بدون زبده، بدون فرن، تجي بارده بمكونات بارده بثلاث طبقات ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، وبمكونات بسيطه جدا وموجوده في كل منزل. نبدأ مباشرة حبيباتي في طريقة التحضير. كما قلت لكم نجيبوا الحليب نتاعنا قدر كأس، نجيبوا البلاطو تاعنا اللي حنديروا فيه التحلية، نديروا الحبة تاعنا تاع البسكوي في الحليب، ما نخليوهاش تطول باش ما تتكسرناش، ندخلوا بالحبة نحطوهم في البلاطو تاعنا، نديرو طبقتين من البسكوي، ان شاء الله تكون الصورة واضحة حبيباتي، هذا هكذا بهذا الشكل، نكمل طبقتين تاعنا ونرجع لكم. او حبيباتي بعد ما كملنا طبقتين تاع البسكوي تاعنا نروحوا للمرحله الثانيه، نجيبوا الكسرونه تاعنا نحطوا فيها الكاس الاول تاع الحليب، نزيدوا الكاس الثاني تاع الحليب، نديروا كاسين ونصف من الحليب، نجيبوا مستحضر الكريمه تاعنا واجده، اللي ما تكونش عنده واجده بامكانه يستبدلها بالنشا واللافاني او طعم الفانيليا او الكراميل، نضعها على النار، نحرك جيدا باش ما تبقاش الحبيبات، الكراميل تاعنا راهي واجده بعد ما غليتها، بقات تغلي حتى 5 دقائق من وراء الغليان باش تجينا حكمه روحها. نصبوا الخليط تاعنا فوق البسكوي الطبقه الاولى، بسم الله نحطها تبرد حتى ساعه في الثلاجه، ونرجعوا نكملوا الطبقه الثالثه. رجعت لكم حبيباتي، التحلية تاعنا بعد ما بردت بهذا الشكل حكمت روحها، راح ندير الطبقة الثالثة وهي كأس مش معمر تاع لاكريم شانتي، بودرة الشانتي، نزيد لها كأس من الحليب مش معمر كذلك، حليب مجمد، نضربهم مليح، نزيد لهم نصف ملعقة من الكاكاو الخام باش تعطينا اللون الرائع للكريم شانتي تاعنا بلون الشوكولاته، نضربهم مليح ونرجع لكم. نرجعوا للطبقه الاخيره حبيباتي، بعد ما درت الكريم شانتي في الكيس الحلواني راح نزين بها الطبقه الاخيره تاع التحليه تاعنا، بسم الله بعد ما عدلناها نعدلوها بواسطة الملعقة فقط، الطبقة تاعنا الأخيرة وصلنا للتزيين النهائي حبيباتي. بعد ما درنا الطبقة الأخيرة نديرو شوية تاع الكاكاو الخام على السطح تاع الحلوى تاعنا، ونخليوها تبرد حتى قدر نصف ساعة أخرى وتقدم باردة. وصلنا أحبائي في نهاية الفيديو، التحلية تاعنا حاضرة معنا بعد ما بردت، راح نقطع لكم مقصوب باش تشوفوا كيفاش جاتنا.